في هذا اليوم وبالذات سيولد ملك لعبة البلبل الدوار الجديد هنا. آخر لاعب لدينا وصل إلى النهائيات، دفع بدون هزيمة وحقق الانتصارات المتتالية. إنه شهاب. على وشك أن يتحداه الفائز بثلاث بطولات ملك بطولة لعبة البلبل الدوار ميلار. والآن أولاً وقبل كل شيء ليتفضل الأستاذ ميلار إلى الحلبة. اسمع بني، اتبع قوة تنين اللهب الفائق وستقودكما إلى التحليق وستحقق لكما الفوز. أبي لا تقلق، لن أخذ لك أبداً. فلترحب بالنجم المشهور لاعب البلبل الدوار شهاب. هيا يا شهاب، هيا قاتل، أنت آخر أمل لفريقنا. استرجع النيزك المضي لإنقاذ أزمة القبيلة، نحن نعتمد عليك. متأكد من فوز شهاب، أعقد الآمال على هذا الشاب أيضا. لديك الشجاعة للوقوف أمامي يا شهاب، يبدو أنك مستعد لأن تسحق. ميلار، للوصول إلى ذروة النور لن تتردد في انتهاك القوانين، لكن أنا سأوقفك. لقد تجاوزت ميتيه، ليس لديك فرصة. لقد بدأت اللعبة. عرض الطاقة الفائقة، ابدأ. عرض الطاقة،